يلا وين الكف وين؟ وين الكف؟ برافو 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 أبطال 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 العالم. نحن اليوم بصدد بطولة الماراثون، هاي البطولة ضمن أولمبياد السلام، هذا الأولمبياد اللي قامت فيه منظمة الأمين برعاية برنامج تطوير. سباق الماراثون طبعا بيضم فئتين، سباق كان للأصحاء وسباق كان لذوي الاحتياجات الخاصة. سباق الأصحاء كانت نقطة البداية من حاجز فرومة، ونقطة النهاية كان عند المسبح أو المنتزه. وسباق ذوي الاحتياجات الخاصة كان على مسافة 100 متر. تمت البطولة بنجاح كبير طبعا بمساندة الشرطة الحرة والدفاع المدني ومشاركة كافة أهالي المنطقة. جينا شاركنا بسباق الماراثون اللي نظمته منظمة الأمين، يعني بادر كانت طيبة منهم إنه نحن لسا موجودين ما نمسيين، وجينا بادر للعالم إنه نفرجي العالم كله إنه نحن لسا قادرين نعمل شيء برغم الإعاقة برغم الظروف السيئة اللي وصلنا إلها لهون للمرحلة هاي، وقادرين انه نعمل شيء وان شاء الله رح نعمل شيء. آمال بطولة الشمال ومن ثم بطولة العالم. كويس يا دوريد.